الا مشينا دابا مثال بسيط، ناض علينا صداع ديال الدرسه، كاين شي حوايج اللي نهدنو بهم شويه الصداع. الا خدو مثال بسيط، الا خدو قرفه، الا خدو القرنفل، ولا خدو الزعتر، معلقه معلقه معلقه، ونخويو عليهم ديريكتومون واحد الكاس ونص ديال خل التفاح، ندفيوهم شويه وهذاك، ومن بعد نشلو به فمنا، تينقص علينا على الاقل 80 90% الالم ديال الاسنان وكل شيء، وردوا فعال لاجونسيف. كلهم هذو اللي ذكرنا مطهرين فعالين. ممتاز للثة وكل ما يحيط بالفم. عندنا لي كرومب اسبازم ديال المعده، دونك المغص المعدوي المعوي او التشنجات المعديه بلوتو، ماشي المعويه مي المعديه المعده. ناخذوا مثال بسيط، المكان نجيو فوق الكرش ديالنا، ناخذوا شي كماده كماده، ناخذوا بونسمون فوطه تشوب حياتي اللي بغينا، نفزقوه نديروا نص خل تفاح نص الماء ما دافي عاطي السخونيه، نخوي عليه نص كاس ديال خل تفاح نص كاس ديال الماء دافي عاطي السخونيه، ونشدوا داك البونسمون ونحطوا فيه ونحطوا فوق كرشنا، تيحيدنا مجرب تيحيدنا الوجع والصداع والتشنجات ديال المعده وكل شيء. راه تينفع حتى لرجل العيالات، ها؟ الوجع العاده الشهريه. بيان سور. الور. لعندنا اون موفيز ديجيستيون، سوء الهضم، ما تنهضموش مزيان. اش غنخسروا؟ من بعد كل ماكله كليناها من بعد الفطور ولا الغداء ولا العشاء، هذاك نشربوا واحد الكاس ديال الماء دافي فيه واحد المعلقه صغيره دخل التفاح. عندنا لي دولور ميسكولير، لي فولور، توتينا، ضرنا الالياف ولا الاعصاب. هذاك نتلكو مزيج من الصفر ديال واحد البيضه ومعلقه صغيره من الروح ديال البطم، دونك ليسونس دو تيربانتين، دونك ومعلقه كبيره ديال خل التفاح، ولا زدنا عاوتاني واحد المعلقه ديال الزعتر راه ممتازه، نديرو على التوتيه فعال ممتاز. ها الوصفه الاولى، انا الوصفه اللي تنبغي لالوفيرا، نشد نحكها نعصرها بيديا راه كلها 99.99%. لا خذ العصير ديال الالوفيرا اللي جاني فيه، جاني نص كاس نزيد عليه نص كاس ديال خل التفاح، وندهنوا البلاصه اللي فيها اللي عندي التهابات مفصليه واللي عندي فيها توتيت ولا تلوات ليا يدي ولا رجلي، فعاله ممتازه. معلوم نقدروا نهزوا على نفس الوصفه اللي قلنا دابا، شنو هي اللي قلنا؟ نديروا الثلث ديال الالوفيرا والثلث ديال خل التفاح والثلث الاخر ديال مركز الاعشاب اللي غنذكروا. مثال بسيط، شويه ديال سكينجبير، واحد نص معلقه سكينجبير، نص معلقه ديال البزار، نص معلقه ديال الخدنجان، نص معلقه ديال الكبار، الحريقات بجوج، مريوت، السكران، نشدوا هذا الشيء نطبخوه في الماء حتى يبقى لينا. خدينا مثال بسيط في الماء دافي اللي عاطي السخونيه واحد الكاس، خدينا كاس ديال خل التفاح نزيدوا مركز ديال هاد الاعشاب اللي ذكرنا كاس، احنا كونا دواء فعال ممتاز، التهابات المفصليه او التوتات رجلينا او اليدينا او البلاصه ظهرنا دارنا العنق اللي بغات تكون تورتيكولي، داكشي كله صالح ليه. ها طريقه، ما نساوش اش تنقولوا؟ تنقولوا خل التفاح راه محافظ، دونك سيت ان كونسيرفاتور، حتى هاد الوصفه راه غدوم شويه، غدار في الثلاجه مي غدوم سيمانه 10 ايام راه غدوم في هذاك. دونك اللي ما تينعش لانسومني، واحد من بعد واحد الساعه حتى الساعه ونص من بعد الماكله العشاء، واحد نص معلقه صغيره ديال خل التفاح نزيدهم في واحد جوج معالق ديال صغار ديال العسل الحر، واحد الكاس ديال المفاتر دافي كيساعد على النوم. الله يرحم الوالدين. دونك طريقة سهلة قلنا قبل، اللي قرصاته ناموسة الحشرات، لا دغ الحشرات، لا خدو غير الخل تفاح بير ندهنوا عليه راه الرحمة وراه بالزربة وكل شيء. الجرح، جرحنا بغينا نقيه ونطهره، خل تفاح بوحده، خل تفاح مخفف محساك، لا خدينا اختي مثال بسيط خل تفاح 50% والاعشاب اللي ذكرنا ديال الجرح، مثال بسيط اش قلنا؟ بيموت، المصاصه، الخياطه، اليازير، قشور ديال البيض، خديناها معلقه صغيره معلقه صغيره معلقه صغيره، شديناهم جوج حوايج، اما نخويو عليهم بور ديريكتومون خل التفاح هو دافي ونرقدوه، وهاد الوصفه راه ما غتخسرش واخا تبقى عام وعامين ما تخسرش حيت ما زدناش عليها الماء، وعند الحاجه نشديو نخليوها واحد 40 يوم نصفيه، وعند الحاجه ناخذوا هذا الليكيد هذا الماء هذا ونديروه البلاصه ديال الجرح، يقتل في البلاصه كلهم الجراثيم وكل شيء، ويلحم لينا بالزربه الجرح. بمعنى الناس اللي عندهم
تسلخات الرقادية ليزيسكار، ليزيسكار هاو الصفاف على ليزيسكار، وزيدوا العسل الحر. راه تنعرفوا العسل الحر اولا فتاك بالجراثيم مطهر، ثانيا ملحم احسن حاجه بور سيكاتريز. دابا كي جبدنا لي زونجين ياك، جبدنا الحلاقم، كاين واحد الوصفه فعاله تتعجبني مي قاصحه. شنو فيها؟ الرحمه اختي سميه، دقه بطله بالزربه بالزربه رائعه. واحد فص ثوم فريع ديال الثومه نقشروه ونحيدوا القلب ديالو، معلقه صغيره ديال مسحوق الزعتر. مسحوق الزعتر؟ اي لوريغون، بودر دوريغون. الور خدينا اون غوز داي، اون بيتيت كويري دو بودر دوريغون، ا ميلونجي ا ماشي دوسمون اي افالي دوسمون. الور قاصحه بشويه مي تقبط لاختي، ممتازه للحلاقم ومشاكل الحلاقم وكل شيء. دونك حاجه بسيطه، ما نساوش كنا قبل، راه دائما تنبه الناس ما نساوش اش كنا قلنا على البروبولي، والبروبوليس رائع مضاد حيوي فتاك بالجراثيم، حرفته الاولانيه الودني النيف الحنجره الصدر وجميع مشاكل الصدر، دقه بطله رائع. ما حساك اختي سميه الوصفه اللي جبدنا دابا ونزيدوا فيها واحد ربع معلقه ديال البروبوليس، درنا ربع معلقه ديال القرفه، واحنا كونا وصفه مجهده اكثر. والله اختي لا دقه بطله راه الرحمه، راه ممتازه، راه غير الناس ما تيتذكروش تينساو وما تيستوعبوش. والله اختي لا تنعطيهم دي فورمول وصفات للرحمه ودقه بطله، وانا تنحاول تندير مجهودي باش يبداو هما راسهم غير يعيقوا بالعشوب، غير يفهموهم ياك، اون فوا استوعبوهم يبداو راسهم تيصوبوا الادويه. كل خطره يجهد بلاتي والمعرفه، راه مراه كبيره شارفه ياك تتخلي لك فمك محلول، عندها وصفه دقه بطله. دونك راه المعرفه الشعبيه راه عندنا، راه حنا وارثينها، راه في دمنا حنا هذاك. دونك الناس راه ممكن بالامكان ديالهم يصاوبوا الدواء ديالهم بسهوله ورخيص وبثمن رخيص وكل شيء وبسيط ودقه بطله وبالزربه وما كاين لا مفاعيل جانبيه لا حتى حاجه. ها حنا دابا تنهضروا على خل التفاح. خل التفاح فاش هضرنا عليه؟ هضرنا عليه تعينا من مثال بسيط، الوصفه ديال لونتي اوبيزيتي اللي اش كنا قلنا بالزربه، الحاجه اللي جبدناها شحال من خطره راه تنزرب فيها تنقص الوزن. اش قلنا؟ قلنا البصله، البصل، البصل ديجا راه سيت ان انتيبيوتيك ناتورال، راه اكل البصل صباح وعشيه وليل راه نافع للحلاقم، سيت ان انتيبيوتيك وليكيفالون دي كورتيكويد وضد الالتهابات، ممتاز الرحمه وبلاتي. والخرقوم راه جهد من لي كورتيكويد، راه كنا جبدنا في الحصه الخرقوم، جبدنا هذاك التجارب الاسيويه اللي دارت وكل شيء، الخرقوم جهد من لي كورتيكويد، ليكيفالون دي كورتيكويد ام ميم بلو فور كو لي كورتيكويد. دونك احنا عطينا دابا العشوب ضد الالتهابات ضد النفخان، والبروبولي ضد القيح ضد لي زانفيكسيون.